وقت ما الكل بيستنى بطولات كأس العالم، محب كرة القدم بيجيلهم إحباط بسبب إنها بتقام كل 4 سنين. النهاردة هقول لكم ليه بطولات كأس العالم بتقام كل 4 سنين. لو عاوز تعرف تابع الفيديو. المونديال هو أكبر المناسبات الرياضية اللي بتنظمها الفيفا على الكوكب، وبتطلب تحضيرات ضخمة زي بناء ملاعب جديدة وتحسين البنية التحتية وتجهيز المرافق العامة لاستقبال عدد ضخم من السياح من مختلف أنحاء العالم. وما بتتمش التحضيرات دي من يوم وليلة، ولكن بتحتاج لوقت طويل أقل ما يكون 4 سنين، مع وجود 32 دولة قادرة على اللعب في نهائيات البطولة بداية من السنة دي. فعملية التأهل بتاخد وقت كبير للتسوية مع فشل 150 منتخب في النهاية. طب لو اتعملت البطولة مرة كل سنتين، فنظام التأهيل الحالي بيطلب تعديلات كبيرة تنتهي على الأرجح لعدم التوازن بالدول المتأهلة. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.